الواقع أنها مناسبة سعيدة جداً أن نجتمع هنا في الشارقة، عاصمة الثقافة، عاصمة الفنون، عاصمة كل ما هو جميل في دولة الإمارات العربية المتحدة، في هذه الأيام الفضيلة من شهر رمضان المبارك، لكي نتكلم في سيرة الشيخ زايد وفي استشرافه للمستقبل، ولكي نتحاور في مدى مغزى ورمزية هذا القائد الاستثنائي العظيم.